برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن وإحنا صغيرين كنا ممكن نسمع حد كبير يحكي لنا قصص عن حضارات وعن مدن وعن دول كانت موجودة لكن اختفت، وكنا بنعتقد إن دي أسطورة، لكن الحقيقة إن إحنا لو رجعنا لألف وسبعمائة سنة تقريباً حصل زلزال بالفعل كبير جداً ضرب البحر المتوسط، وكانت المحصلة تسونامي. تسونامي الحقيقة غرقت معها تاريخ مهم جدا، تاريخ كانت وقتها كانت الحقيقة اسكندرية من أهم الحضارات ومن أهم مدن العالم. السؤال اللي كلنا هنفكر فيه دلوقتي، هل السيناريو ده ممكن يتكرر تاني؟ هل فعلا ممكن في يوم من الأيام أي مدينة من اللي احنا متعودين ان احنا نسمع عنها أو متعودين حتى نسافرها ممكن تبقى مجرد أسطورة أو ممكن تختفي؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه مع حضراتكم، وهنعرف كمان يعني ايه تأثر أو تأثيرات التغيرات المناخية لأي مدى ممكن تؤثر، من الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذة جمانة. صباح الخير أستاذ أحمد، منورين إسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني فندم، وإحنا بنتكلم على حضارات بالفعل اختفت، مدن بالفعل اختفت على مدار آلاف وملايين السنين، عايز أعرف من حضرتك ونحكي للسادة المشاهدين مدى تأثير التغيرات المناخية على الآثار وعلى المدن، ولأي مدى ممكن بالفعل إن هي تخفي معالم حضارات كبيرة ومدن كبيرة. طبعا التغيرات المناخية متنوعة وعديدة، وشاهدناها عبر يعني نقدر نقول فترات زمنية عديدة. مثلا لو حضرتك بصيتي لمصر القديمة، حصل عندنا بعد نهاية عصر الدولة القديمة انخفاض لمنسوب فيضان نهر النيل، فانتهت الدولة القديمة، وده كان حاجة خطيرة جدا لأن ما فيش نيل، النيل انخفض منسوب المياه فيه، فأصبح يعني إن احنا بالنسبة لنا كمصريين قدماء ما قدرناش نزرع محاصيل كتيرة، فحصل مجاعة. فدي كانت من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي حصلت في مصر القديمة. برضو عندنا في بداية عصر الدولة الحديثة اللي هي عصر أحمس وتكوين الإمبراطورية وطردنا الأكسوس من مصر، في الفترة دي أيضا حصل تسونامي زي ما حضرتك تفضلت، ضرب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولقينا آثار موجودة منه في منطقة سيناء وفي منطقة الإسماعيلية، ولوحة من عهد الملك أحمس نفسه بتتكلم عن القصة دي اسمها لوحة العاصفة، وكانت حاجة يعني غريبة جدا بالنسبة لنا إن احنا نرى هذا الحدث في عمل يعد أدبي، افتكرناه إن احنا ده عمل أسطوري أو عمل من الخيال أو حاجة غريبة أو غرائبية، لكن بالفعل يعني حاجة كان اسمها سانتوريني ضرب حوض البحر الأبيض المتوسط وأظهرت آثاره عندنا في محور 30 يونيو اللي عندنا في سيناء في الإسماعيلية، وكذلك ظهرت الحاجات دي في جريس في اليونان وفي حوض البحر الأبيض المتوسط في هذه الفترة الزمنية. كذلك اسكندرية ضربها أيضا عدد كبير جدا من تسونامي في فترات متقطعة، وعدد كبير من المدن اختفت. يعني أكبر دليل عندنا لو رحنا منطقة أبو قير بنبص نلاقي المدن القديمة اللي هي موجودة في منطقة خليج الآثار الغارقة الآثار الغارقة، في بعثة فرنسية مصرية بتشتغل عليها طلعت مدن ترموتس زي هيركلانيوم، مدن كاملة تحت مدن كاملة تحت الأرض، ودي طبعا يعني من نهايات الفترة المصرية القديمة بدايات العصر اليوناني الروماني، وهي كانت نقدر نقول الميناء الرئيسي لهذه المنطقة قبل تأسيس مدينة الأسكندرية، وبعد تأسيس المدينة واستمرت. فبنبص لها مدن زي هيركلان كل ده اختفى حضرتك من الوجود، وبدأ العلماء يشتغلوا له ويظهروا هذه الآثار، وبنشوف مدن كاملة تحت الأرض. كذلك في برضو البراكين والزلازل، لو رحنا لإيطاليا عندنا مدينة زي بومباي وهيركلانيوم، دول برضو من ضمن المدن اللي اختفوا غطاهم بركان فيزوف، وبعد كده بدأوا العلماء الآثار هناك يشتغلوا ويكتشفوا المدن. حضرتك تشوفي الناس مثلا وهي قاعدة في البيت، الناس وهي قاعدة بتاكل، والناس حصل فجأة فالناس تجمدت في هذا الوضع، فحضرتك تقدري ترجعي لإحياء الحياة اليومية في هاتين المدينتين بعد الاستكشاف الأثري لهم. فدي ظواهر بتحصل كل فترات زمنية، واحنا في المستقبل يعني لقد نتعرض لهذا، وبتحصل فترات عديدة. احنا برضو كنا بندرس ما قبل التاريخ، يعني اشتغلنا في منطقة اسمها نبطة بلاية، دي حوالي 170 كيلو من توشكا يعني في أبو سيمبل في صحراء الغربية، فهناك بدأنا ندرس التتابع الزمني لحركة المطر، وصلنا مثلا ل 20,000 سنة المطر كان وضعه ايه. فحضرتك من خلال الدراسة للتتابع المطر، وفي مطرات مطر وفترات جفاف، فمن خلال دراسة هذا الأمر في عصور ما قبل التاريخ ممكن حضرتك تشوف الكلام ده يحصل في المستقبل، أو أحمد بيه نفس الكلام، فإحنا بنستشرف المستقبل من دراسة الماضي. نعم. طبعا أكيد دكتور، خليني هنا لأن يمكن السادة المتابعين اللي بيشوفونا دلوقتي ممكن يردوا يقولوا المطر خير،
يعني احيانا بيكون المطر هو سبب لبناء حضارات، يعني بسبب مياه الامطار اللي بتكون موجوده. لكن الامطار الحمضيه تحديدا هي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، الامطار المحمله بالتغيرات المناخيه من غازات وثاني اكسيد الكربون وبتاثر على البنايات. فاحنا هنا بنتكلم على ظاهره خاصه بالتغيرات المناخيه وهي الامطار الكثيره الحمضيه وايضا ارتفاع المياه او منسوب البحار نتيجه ذوبان الجليد. عاوز اعرف ايه هي المدن الأخرى التاريخية المهددة بأن تغمرها المياه بسبب هذه الظواهر؟ هو بالنسبة لنا هنا في مصر نقدر نقول الإسكندرية بشكل أساسي، مدينة رشيد أيضا بشكل أساسي، كذلك الدلتا المصرية نفسها. يعني ممكن على مدار 50 عام القادمة الدلتا قد تختفي من الوجود. فلذلك أنا كتبت مقالة من فترة في الجورنان مصري شهير عن هذا الأمر، عن التغيرات المناخية والآثار بتاعة الإسكندرية ومدينة الدلتا، وفيها علماء يعني كبار حذروا من هذا الأمر. وكذلك رئيس وزراء بريطانيا السابق يعني في قمة المناخ الماضية قال إن احنا عندنا 3 مدن مهددة بالغرق، منهم مدينة الإسكندرية المصرية، مدينة شنغهاي الصينية، ومدينة ميامي الأمريكية، كل المدن المطلة على السواحل. لأن زي ما حضرتك عارف لما بيحصل ذوبان للجليد مياه بترتفع، فالمياه بتغمر، يعني سطح البحر بيرتفع فبيغمر الأرض، فبيحصل انخفاض طبعا لسطح الأرض، وإن المياه بتغمر اليابسة، فده في حد ذاته بيغطي. حتى لو ما حصلش مثلا نقدر نقول زلازل، براكين، حركات أرضية، نقدر نقول يعني زي زلازل. احنا بنتكلم على مدن منسوب ارتفاعها يعني منخفض عن سطح البحر، فده سبب تعرضها للغرق. تمام. بس ما المياه نفسها تذوب وذوبان الجليد والاحتباس الحراري اللي بيحصل في العالم ده، فمع زيادة الأمطار يعني مدينة الإسكندرية في العام الماضي تعرضت لنسبة كبيرة جدا من الأمراض. والسنة دي الحكومة يعني أحسنت صنعا إن هم بدأوا يعملوا مصارف جديدة، لو حضرتك رحت عند مكتبة الإسكندرية وفي عدد من المواقع على الكورنيش، لتصريف مياه الأمطار لأنها كانت كثيفة العام الماضي بشكل كبير. والسنة دي بنتوقع أيضا الأمطار تبقى في مدينة الإسكندرية كثيفة، فالحمد لله إن هم عملوا هذه المصارف لتصريف المياه. وحضرتك مثلا لو رحت إنجلترا بتبص تلاقي الأسفلت معمول كده بشكل يعني مقعر، وفي نفس الوقت حضرتك محطب عفوا، وبعد كده بتشوف حضرتك اليمين والشمال في مجرى مائي بياخد المياه بتاعه الامطار بتنزل على نهر السين تمس عفوا. فده في حد ذاته يعني كويس ان احنا نستثمر هذه المياه ونستفيد بيها بدل ما نهدرها، وفي نفس الوقت بدل ما تعمل لنا عطل للمرور، تدمير للاثار، فضلا عن الحاجات اللي بتاثر طبعا حضرتك قلت الامطار الحمضيه اللي بتاثر على وجهات العمارات هنا في مدينه الاسكندريه وفي عدد كبير من المدن. فنتمنى طبعا ان قمه المناخ القادمه، واعتقد ان فيها يعني ملف الاثار هيكون مطروح. ومن فترة عملنا مؤتمر في مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك في القاهرة في هذا الشأن، وكان عدد كبير من الأسرين والمهتمين بعلماء من علماء المناخ والطبيعة بالتحولات المناخية اللي بتحصل في العالم، وهي أصبحت يعني نقطة نقدر نقول يعني بروبلماتيك أو كريتيكال، حاجة صعبة جدا، لأن العالم كله سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية بتعاني من هذه الظاهرة. وطبعا اللي حصل إن الدول المتقدمة هي اللي وصلتنا لهذا المستوى، لأن طبعا بيعملوا حاجات كتيرة جدا مضرة للطبيعة، لكن احنا كدول نامية بنعاني معاهم من نفس المشكلة. هم عندهم قد تكون حلول، قد تكون عندهم فلوس، لكن احنا يعني اكتر ناس لازم نبحث عن حلول ناجعة او ناجحة لهذه المشاكل المؤرقة، والتي اصبحت يعني مش هتحصل يعني بعد فترة، لا ممكن تحصل في اسرع وقت ممكن، وده شيء يا ربنا يسر ان شاء الله. ده اللي احنا طبعا بصدده، يعني مصر خلاص بصدد استقبال قمة المناخ COP27 يعني خلال ايام قليلة، وده اللي بالفعل يعني حتى هذه القمة هي تحت عنوان التكيف والتمويل. طيب عايز أعرف من حضرتك دكتور حسين، يعني العلماء أو الدراسات شايفين أنه وتيرة الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية زادت بشكل كبير جدا، لو هنتكلم من القرن 19 تحديدا بعد بداية الثورة الصناعية الكبرى. عايز أسأل حضرتك، هل تاريخيا لو هنتكلم زي ما حضرتك بتتكلم مثلا عصر الأسرة القديمة ثم العصر الروماني، وكل عصر فيه يمكن تغيرات مناخية أو كوارث طبيعية، عايز أسأل حضرتك هل في تسارع فعلا في الوتيرة بتختلف مثلا على مر العصور، ولا هي وتيرة تعتبر ثابتة متقاربة؟ هو طبعا حسب تفاعل الانسان مع الطبيعه ومع البيئه. يعني زمان ما كانتش التكنولوجيا متقدمه، ما كانش عندنا حاجات حديثه، فكانت الحاجات الحديثه اللي بتحصل حاليا بتسهم في اسراع وتيره نقدر نقول التوتر وعدم التكيف بين البيئه وبين الانسان وبين المناخ. فلو حضرتك اشرت الى القرن 19، فلو قدرنا نرصد هذه الظواهر هنبص اللي هي بتحدث على فترات زمنيه متباعده، لكن نتيجه ازدياد استخدام الانسان للتكنولوجيا اللي نقدر نقول الافتراء، والمصطلح هنا
قد يكون جائز يعني على الطبيعة، قطع الأشجار والغابات، الحرائق التي تنتشر في العالم، شفنا الجفاف اللي حصل في بعض الأنهار في أوروبا، ادانا برضو آثار إيجابية أن حضرتك ممكن تكتشفي بعض الآثار اللي موجودة في بعض المواقع الأثرية التي كانت تحت المياه، زي زمان ما أنقذنا آثار النوبة بدل ما تغمر تحت مياه السد العالي فتم إنقاذ هذه الآثار، لكن ده كان نتيجة مشروع أمناء إحنا بيه كبشر يعني، لكن في حاجات بتحصل دائما كوارث طبيعية نتيجة التدخل العنيف من الإنسان ضد البيئة والطبيعة وعدم التكيف الحادث بين الإنسان وبين البيئة. يعني حضرتك شايف أنه كلما زاد التقدم كلما زاد طبعا وتيرة سرعت، وهنصل إلى يعني النهاية قد تكون مأساوية إن لم يعني نسرع الخطى في إنقاذ الطبيعة والتوائم، نبدأ نرجع بقى للحاجات الخضراء، التعامل مع البيئة بشكل مختلف، الانبعاث الحراري، كل الحاجات دي يتم يعني نقدر نقول السيطرة عليها، لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة العوادم بتاعة المصانع، رمي المخلفات في مصارف المياه وفي الأنهار، كل ده بيسيء، الناس مثلا زي ما تبقى راكبة مركب ومعاها مثلا يعني قطيع عفوا من الخراف وتموت هذه الخراف، فيرموا الخراف في البحر، تطلع الحيتان تاكل هذه الخراف وبعد كده الحيتان تقترب من الشاطئ وتقتل بعض السائحين، دي في حد ذاتها يعني احنا اللي بنسيء للطبيعة، اختلال في التوازن الطبيعي بشكل عام طبعا جدا. يعني ربنا ادانا الطبيعة دي أمانة ودي بالنسبة لنا وبالنسبة للأجيال القادمة لازم يعني نكون حريصين عليها. شوف حضرتك المصري القديم يقول لحضرتك ايه في الاعتراف الإنكاري في كتاب الموتى الفرعوني، انا لم ألوث ماء النهر. تصوري سيادتك يعني شفتي قد ايه كان المصريين القدماء يعني حريصين على إيمان وحريصين بالبيئة، ان هو ما رماش حاجة في المية، ما كذبش، ما عملش زي الوصايا العشرة عندنا صحيح. في التوراة. فالمصري القديم كان أسبق وكان يجيد التعامل مع الطبيعة، يستثمر الطبيعة بشكل جيد، بدليل بنى الأهرامات من الحجارة اللي موجودة صحيح. استخدم الأخشاب، ما كانش عندنا أخشاب، جبنا أخشاب من لبنان، بنينا المراكب، عملنا رحلات. فتشوف حضرتك احتفاء بالطبيعة، احتفال بالطبيعة، ورغم ده كله كان في تقدم كمان يا دكتور. يعني الأهم هو إن أنا استخدمت الطبيعة وقدرت من الطبيعة اللي أنا أعمل حضارة حقيقية يشهد لها القاسي والداني، لكن ما لوثتش الطبيعة زي ما حضرتك ذكرت. لكن الغريب برضو يا دكتور لو إحنا بنتابع جفاف الأنهار اللي بيحصل في أو اللي حصل في العراق واللي حصل في أمريكا، إن هو كشف لنا عن أثار كانت مختفية، هل ده الوجه الآخر للتغيرات المناخية؟ هو ده وجه إيجابي، لأن طبعا المياه زي ما حضرتك عارف بتغمر آثار كتيرة جدا، إحنا عندنا الآثار الغارقة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، وحتى موجود هنا في منطقة قلعة باي في الميناء الشرقية عندنا آثار في منطقة أبو قير، طلعنا آثار من نهر النيل، ولذلك الآثار أيضا التي وجدت زي ما حضرتك ذكرت في الأنهار في العراق أو في الولايات المتحدة الأمريكية، دي ظاهرة إيجابية بس هي حاجة نقدر نقول محدودة، يعني هي حاجة ظهرت بالصدفة لكن تأثيرها على الإنسان هيدينا معلومات، هيدينا أخبار، هيدينا نقدر نقول وقائع تاريخية أو أثرية عديدة، لكن مش هو ده الجانب الإيجابي للتغيرات المناخية، ده جزء منه لكن هو جزء مش مهم قوي، لكن يضيف معلومات، لكن هو ظهر بالصدفة زي صحيح. بعض اكتشافات الأثرية العديدة التي ظهرت في العالم بالصدفة، عندنا مقبرة كاتاكومب اللي هي في كوم الشقافة، عفوا عرباجي ماشي بالعربية بتاعته رجل الحمار عفوا غرزت طلعنا المقبرة، ففي اكتشافات كارتر نفسه كان في وادي الملوك الحصان بتاعه رجله غرزت في منطقة هناك شفنا مقبرة الملك منتوحوطب بن بحيبة رع، ففي أثار كتيرة اكتشفت عبر الصدفة، لكن الوجه الآخر وهو الأشد خطورة اللي هي الحاجات السيئة التي يعني تنتج عن التغيرات المناخية، ولازم يحصل نوع من أنواع الهارموني أو الزواج السعيد بين الإنسان والبيئة في هذا التوقيت الحرج من عمر البشرية، وإلا البشرية سوف تواجه مأزقا لا أحد يعلم كيف الخروج منه. دكتور حسين الحقيقة وإحنا بنتكلم عن اختفاء مدن واختفاء أنهار وجفاف أنهار ومحيطات، تحس إنه أشبه بسرد حكاية أو أسطورة زي اللي كنا بنسمعها زمان وإحنا صغيرين. عايز أعرف من حضرتك يعني إيه أكثر المدن المهددة، مش بلاش أقول الاختفاء، لكن أكثر المدن المهددة بالتأثر بالتغيرات المناخية، ولأي مدى الإسكندرية تحديدا مهددة؟ هي الاسكندريه بنسبه كبيره زي ما حضرتك عارفه مدينه شاطئيه، واحنا قاعدين في منطقه لو سيادتك شفتي يعني هيئه الشواطئ هنا عامله نقدر نقول مصدات لصد مياه البحر حتى لا تتاكل قلعه قايتباي اللي احنا موجودين بجوارها، وكذلك في عند منطقه المنشيه وفي عدد كبير جدا من الاماكن في شاطئ مدينه الاسكندريه. الاسكندريه مدينه تاريخيه، مدينه تمتاز بالتنوع الحضاري والثقافي، وعندنا فيها ليرز طبقات حضاريه، يعني سيادتك لما تحفري فوق تلاقي مثلا العصر الروماني، تنزلي تحت البطالمه
الاسكندر الاكبر كليوباترا. فبص حضرتك في تتابع تاريخي صحيح. فده في حد ذاته المدينه ما تزال بكرا ولم تكتشف بعد. فانا بدعو ان احنا لو قدرنا نعمل حمله لانقاذ اثار الاسكندريه واثار الدلتا تحت مظله اليونسكو وتكون زي ما عملنا زمان في انقاذ اثار النوبه وبعد بناء السد العالي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. فاتمنى ان احنا يعني تبقى دعوه عاجله. واحنا في فتره من الفترات يعني كان في مؤتمر مصريات سنه 2000 في عهد الوزير الدكتور زاهي حواس ووزير الثقافه الوزير فاروق حسني دعينا لايقاف الحفائر في الصعيد وقلنا نركز في الدلتا لان الدلتا كانت يعني في مهمه عاجله جدا. الكلام ده من حوالي 22 سنه على اساس ان احنا نحافظ على اثار الدلتا لان حاجة عارفه اثار الدلتا موجوده في تربه طينيه لو غمرت بالمياه بتاعه البحر هتروح الى الابد. لكن الصعيد موجود في ارض مرتفعه في ارض رمليه بعيد عن التغيرات المناخيه الحاده التي تعصف بالدلتا. فنتمنى توجيه هذه الدعوه من خلال وزاره السياحه والاثار للبعثات الاجنبيه ان هم نعمل ريكول كول لهذا الامر بحيث ان هم يحفروا في الدلتا ونكثف لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان تضيع الدلتا. الله اعلم قد تضيع من بين ايدينا الان بعد سنه سنتين 50 سنه 100 سنه حسب ما ربنا يريد او حسب ما العلماء هيقرروا. انا يعني مش بتاع طبيعه ولا مناخ انا بتاع اثار بس اقدر اقول لحضرتك ان في خطر حسب بيتهدد. طبعا في التاريخ يعني زي الحضارات قبل كده يمكن الحضارات اللي كانت بتعتمد على مياه الانهار او مياه البحار الحضارات اللي كانت بتعتمد على الصيد او الحضارات اللي كانت بتعتمد على الزراعه. فحضرتك بتتحدث من خلال قراءاتك التاريخيه طبعا. وعندنا في العصر الفاطم الشده المستنصريه في عهد الخليفه المستنصر يعني الناس اكلت عفوا الكلاب والقطط ولو كانوا شافوا مثلا حد ماشي في الشارع كان ممكن يصطادوه بالخطاف وياكلوه. فكان في حصلت مجاعات وحصلت في مصر القديمه ايضا في عهد الملك زوسر. وطبعا ذكرت قصه سيدنا يوسف الشهيره في التوراه وفي القران الكريم مع السبع سنين العجاف اللي مرت بيهم مصر. فبرضو الحاجات دي بتحصل نتيجه نقص المحاصيل ندره الامطار تغيرات مناخيه. فلازم الانسان يبقى حريص ان الحياه لن تستمر على وتيره السعاده او الرخاء الى الابد. لازم يمكن الحياه كمان بيكون فيها يعني مشقه صح. والسبب الرئيسي يعني في حاجات فوق وحاجات تحت ده حقيقي زي ظروف اي انسان طبيعي طبعا. احيانا بيبقى يعني في فتره من فترات السعاده واحيانا بيبقى عنده ظروف وده نفس الحال للتغيرات المناخيه زي ما حضرتك ذكرت. وحضرتك ضربت مثل يعني حماية قلعة قايتباي من خلال المصدات الخرسانية اللي احنا شايفينها من خلف حضرتك. لكن انا ملفت للنظر بالنسبة لي ان المصدات الخرسانية دي ارتفاعها اكتر من 3 متر او 3 متر ونص ورغم ذلك بنشوف ضربات الموج ليها. فهل يعني هذا الارتفاع وحده غير قادر في حالة لا قدر الله احنا بنتكلم على 50 سنة حضرتك ذكرت ممكن اللي هي تغمر الاسكندرية بالمياه. الخطط المستقبلية اللي بتشتغلوا عليها أو بتشتغل عليها محافظة الإسكندرية لحماية أثرها؟ والله بالتعاون مع هيئة الشواطئ ويعني عدد كتير من المؤسسات المحلية هنا في مدينة الإسكندرية والمحافظة ووزارة السياحة والآثار منطقة القلعة يعني من أوائل المناطق اللي هي نقدر نقول أولى بالحماية وأولى بالرعاية في هذا التوقيت الزمني المختلف من عمر البشرية. وفي مواقع أثرية عديدة جدا منطقة أبو قير أيضا يتم العمل فيها على قدم وساق لإنقاذ الآثار الموجودة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط فضلا عن يعني منطقة المنشية. طبعا هي فيها المحكمة اللي هناك تعد محكمة تاريخية أيضا يتم تدعيم هذه المنطقة. لكن نسبة الموج والارتفاع دي بتختلف من فترة لأخرى لكن لا أحد يتوقع اللي هيحصل في المستقبل. لكن حاليا نقدر نقول إن احنا في حدود آمنة لكن احنا بنتحرك للمستقبل بشكل نقدر نقول سريع وبشكل قلق ولابد في تعاون وتكاتف من كل الجهات المعنيه سواء في الدوله المصريه او من العلماء في مصر او في الخارج او من ابنائنا العلماء في الخارج لان دول مهمين جدا ان هم يساهموا مع مصر في هذا التوقيت المهم لحمايه اثار الوطن وتراثه من الدمار او الضياع الى الابد. دكتور حسين عبد البصير نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم نورتنا في صباح الخير. صباح النور. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ احمد. شكرا استاذ جمانه.